المكلا دائما معكم حيثما كنتم، ولأنها هوية وطن وصوت مواطن تنقل لكم كل جديد ومفيد، نشرة جديدة والبداية بالعناوين. السلطة المحلية بحضرموت تتخذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة انهيار الخدمات ومكافحة فيروس كورونا. هلال الإمارات يقدم دعم إغاثي لموظفي المؤسسات الحكومية في ساحل حضرموت. انتقال المكلا يدشن المرحلة الثانية للحملة الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.